الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية ومغفرة ورضوانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين، يا حسن السجايا، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من ستر القبيح وأظهر الحسن، يا منان، يا منان، يا منان، نسألك الفوز بأعالي الجنان. يا بديع السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يا
اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا وعلمائنا وولاتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم وفق قادة المسلمين واجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه
ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. اللهم لك الحمد.